طيب كابتن وائل خلاص مفيش مراجعه ليله الامتحان وخلاص اخر حاجه في المراجعه النهارده. نعمل ايه باذن الله قدام المنتخب السنغالي؟ نتعامل ازاي مع هذه المواجهه؟ المواجهه من وجهه نظرك بشكل عام هتمشي ازاي؟ بص يا كريم، نمره واحد لازم يبقى عندنا ثقه في نفسينا. حيل. لان احنا عندنا مشكله دلوقتي ان اللعيبه والجمهور والناس كلها تحس ان مفيش ثقه، فده بيدي قلق كبير جدا، وده بيخليك انت متحفز حتى في الجيم داخل الملعب، بيخليك حتى بتبقى تلعب بطريقه دفاعيه متحفز بشكل كبير. اللعيب ما عندهاش ثقه في نفسها ان هي تروح تهاجم، ما عندهاش ثقه في نفسها ان هي يعني بتلعب منتخب كبير جدا في طبعا. نسبه لعيبه محترفين كتير جدا. لكن برضه لازم تعرف ان احنا منتخب مصر، صح، احنا برضه لازم نرجع للهويه بتاعتنا بتاعت زمان، ان احنا عندنا شخصيه وعندنا منتخب قوي وعندنا لعيبه كويسه، فلازم نتعامل بهذا الاسلوب. احنا مشكلتنا ان احنا ما بنتعاملش بهذا الاسلوب، فهي دي المشكله. خد بالك، عدم الثقه عندنا بتدي توتر وبتدي اداء غير جيد. لكن انت نسبه الثقه دي اللي هي بتبقى عندك بتزودك، لو انت 40 بتخليك 70 80، صح، ودي معروفه في الكوره. حتى المدير الفني او الجهاز لما يدي لعيبه ثقه، هو لو غلط حتى بيقلقش، فبيشتغل تاني على نفسه. مظبوط. لكن احنا شفنا حتى في بطوله امم افريقيا تحس ان احنا متحفزين جدا رغم وصولنا للنهائي، لكن اداء منتخب مصر ما كانش هو الاداء اللي يرضي الجمهور، وما كانش هو الاداء اللي يقول ان انت تاخد البطوله دي، وكنت تحس ان انت بعد كل مباراه بتكسبها مش مصدق. وخد بالك، احنا ما كسبناش الماتشات داخل الملعب، يعني احنا كل ماتش مثلا بنكسبه لان لازم نوصل لاكسترا تايم وبعدين نوصل لضربات جزاء وتمشي معاك يعني. الحمد لله توفيق يعني، ما هو في النهاية. ايوه الحمد لله، ما هو توفيق بس. خد بالك، ما هي مش هتمشي معاك على طول يعني، جت في النهائي ما مشيتش معاك، صح، يعني احنا ما استفدناش برضو كتير قوي يعني، بس احنا برضو ما طورناش من الاداء. قبل ما نروح للكابتن احمد، لو تفتكر مباراه مصر والسنغال في فاينل افريقيا، لا هو سيبك من قوه المنتخب السنغالي على الورق وان هو فعلا منتخب قوي جدا، بس انت كنت ند على الاقل انك قادر تجاريه لحد الوقت الاضافي، وانت بدنيا كنت مستهلك تماما، 3-4 مباريات بوقت اضافي، عندك غيابات بالجمله في خط الدفاع تحديدا، ورغم كده قدرت توصل معاه للمرحله الاخيره في المباراه. ايه هي الغيابات بالجمله اللي في خط الدفاع؟ اقولها لك. اكرم توفيق، حجازي، احمد حجازي، ماشي، الونش غاب في هذه البطوله ورجع تاني، فتوح غاب في هذه البطوله ورجع تاني، ايمن اشرف غاب في هذه البطوله ورجع تاني. في ماتش السنغال مين اللي كان؟ عمر كمال عبد الواحد غاب في ماتش السنغال، لعب امام عاشور، لعب وكان كويس، فاهم؟ انا اقصد انه انت برضو تعاملت مع غيابات كثيره في هذه البطوله، غيابات اضطراريه صعبه جدا. ما هو انت النهارده واخد منتخب مصر، صح، يعني احسن لعيبه في مصر طبعا، انت مش نادي يعني. احمد والراجل اتفق معايا، انت النهارده نادي ما بيبقاش عندك خيارات كتير، صحيح. لكن لما اتكلمنا على منتخب مصر واخد 22 واحد او 23 واحد او 25 واحد، فانا فرست كل ده وخدت منه، صح، افضل 25 لعيب، لان صح، انت عندك كان عندك الاختيارات الكتير جدا غير النادي. النادي انت مضطر، لان انت عندك نادي بيبقى عندك مثلا 13 14 لعيب كويسين او نمره واحد، بس احنا بالعدد ده اتنين، صح، انت فاهمني؟ احنا بالعدد اللي حضرتك قلت عليه دوت، احنا وصلنا للنهائي، وهو قدر فعلا لما بنتكلم على غيابات قدر يعوض الغيابات ديت. يعني انت ما حسيتش ان امام عاشور اثر لما عمر كمال غاب، ما حسيتش ان عمر كمال او اكرم توفيق اثر لما عمر كمال لعب مكانه، ما حدش اثر. لكن انا بتكلم السيستم هو صح، يعني الاساسي زي الاحتياطي زي الناس اللي بره، السيستم هو، لكن ما حسيتش ان احنا عندنا الشخصيه ان احنا نفرض شخصيتنا ان احنا عايزين نكسب، صح، وهي دي المشكله. احنا صح، كل مباراه بنلعبها، عارف يا كابتن وائل، عايزين نوصل لاكسترا تايم عشان نوصل لضربات جزاء. انا يعني الشخصيه بتاعت منتخب مصر دي لا اتغيرت كتير، صح، جدا، ما ينفعش. وتعالى نسيبنا من كاس الامم الافريقيه، خلاص احنا فاضل لنا كام ساعه وعندنا مواجهه صعبه جدا ومواجهه كبيره جدا، صعبه عليهم وصعبه علينا بكل تاكيد.